يقول أنا إمام مسجد ويوجد شخص واحد في القرية لا يشهد الجمعة والجماعة بحجة أن الإمام لا يجهر بالبسملة علما أنه يحافظ على الصلاة، وقد نصحته مرارا وتكرارا لكنه يعتذر ويقول أنا مذهبي شافعي، فهل أنا آثم بسبب تركه للجماعة؟ يا أخوان، المسائل الخلافية في مسائل الفقه لا توجب أن الإنسان ينكر على الآخرين وهم عندهم مستند، عندهم مستند لقولهم، والواجب اجتماع الكلمة، وأن المسلمون أن المسلمين يصلون جميعا حتى ولو كان بينهم خلاف في بعض المسائل الفقهية. الفقهاء ما زالوا يصلي بعضهم خلف بعض وعندهم اختلاف، الصحابة رضي الله عنهم صلون جميع وعندهم بعض الاختلافات في المسائل الفقهية، لأن هذا مرجعه إلى الاجتهاد، والاجتهاد يختلف من شخص لآخر. فالمسائل الخلافية في الفقه لا توجب العداوة والتقاطع، ولا يجوز لك تخلف عن الصلاة لأن الإمام لا يجهر بالبسملة. الجمهور على أن الجهر بالبسملة إنه ما هو مشروع، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، ولا ذكر أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، بل يبدأون بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم يسرون البسملة.